لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والجسد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله دائما أبدا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما درأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه تأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا منجا منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل عملا صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.